بتهني حبايبي معاك وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحة في الدنيا زي الفرحة في نجاحي. صباح الخير. صباح النور يا رحمان. ايه يا بنت الطعامه دي كلها؟ ايه ده؟ معقول؟ معقول لهودة رايحه الجامعه؟ الله يرحمه ابوك، لو كان عايش وشافك رايحه الجامعه ما كانش قدر يمسك نفسه من الفرح. تعرفي يا ماما، اول مره اروح فيها المدرسه الكليه من غير ما البس بقى لبس المدرسه ولا الضفاير ولا الكلام الفارغ ده. يعني كل يوم هلبس بقى اللي على مزاجي. ايه اللي على مزاجي؟ بس خفي لي الروج اللي ببقك ده شويه، مش عايزين نجوزك وانت في سنه اولى. اتجوز ايه يا ماما؟ انا مش هتجوز غير لما اخد الدكتوراه. يا اختي الشر بره وبعيد، حد يستنى على القمر ده؟ انا عام بنت، طبعا مصروف الكليه يختلف تماما عن مصروف المدرسه، مش كده ولا لا يا انعام؟ الحمد لله معاش ابوك يا بنتي، معايشنا مستورين. خدي. باي باي. ايه يا روح، مش هتفطري؟ شبعانه يا ست الكل. انا مستعجله بقى. باي باي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. خدي تاكسي من على الشارع. بس بابي مرضيش. كل ما قابل واحده في الكليه دي تقول لي انا بس يعني كنت عايز اروح كليه تاني، بس بابي قال لي ايه حكايه بابي دي؟ يعني انا بس اللي كنت هخش الكليه دي؟ لا يا فالح،
انا كنت عاوزه ادخلها وكتبتها كمان اول رغبه في التنسيق. مجدي نقلت جدول الحصص. حصص حصص قصدي جدول المحاضرات يا اخي. ايوه نقلته. بنقوله مني استغلوا بقى نباتي من اول يوم. حكمان اعرفكم يا بتوع مصر يا حلوي، خصوصا انت يا حلوه حاجه شراويتي. طيب والكتب هنستلمها امتى؟ نستلمها واحنا كتاب؟ ده احنا في جامعه يا انسه جامعه. الكتب هنشتريها كتاب كتاب لحد ما نكتب الكتاب. فندم لحد ما نقرا الكتاب. مالك؟ ما انا عارفه، انا قصدي منين يعني. ايوه هي منين دي مشكله فعلا، بس انا يعني باعتباري كان لي اخ كبير هنا في الكليه وقديم يعني يعتبر من اعمده الكليه، كانوا بيلبدوا هنا يعني عارفه. قال لي بقى عايز تستريح يا مجدي في الكليه دي، في ثلاثه زمايلنا يعني هم دول بقى الحكايه، واحد اسمه هشام واحد اسمه مدحت واحد اسمه مختار في سنه رابعه، انت تروح لهم على طول وهم اللي هيعملوا لك كل حاجه في الكليه. هم عيال فراوده فراوده يعني بكات. طب هم فين دلوقتي؟ بيقولوا في الكافتيريا. ما هم اللي ماسكينها كافيتيريا. هي فين ده؟ انا من الصبح عايزه اشرب نسكافيه. ناهد ايه تعالي بقول لك ايه في نسكافيه دي؟ في نسكافيه اسمها نسكافيه، حاجه بتتشرب كده زي الشاي يعني مش دواء. دواء شراويتي شراويتي. بقول لك ايه، انت حقيقي يعني حقيقي ما كانش ليكي حق انك تيجي الكليه دي. لا هي حقيقي نسكافيه يعني كان لازم تروحي الجامعه الامريكيه قسم في نسكافيه. حلو. اقول لكم على حاجه. إيه؟ عارفين ليه النمله بتقعد على الشجره وتدلدل رجليه؟ ليه؟ عشان ترشف الملوكيه. حلوه الملوكيه. ايه اسره الرواد ترحب بالطلبه الجدد؟ ايه اسره الرواد دي؟ اقول لك على، انت عارفه الثلاثه اللي انا كلمتكم عليهم من شويه؟ ما هو الثلاثه دول هم اللي ماسكين الاسره دي. كتب تلاقي، شرح تلاقي، كرنهات يطلعوا لك، عيال تلوظ القلاووظ بصباع موز. ايه ده، هم للدرجه دي واصلين؟ مش حكايه واصلين، هم بقالهم هنا في الكليه حوالي 15 سنه. عارفه اخوك الكبير؟ ايه؟ اخوك الكبير. وانا هعرفه منين؟ ده انت شخصيا اول يوم اعرفك. ايوه صحيح هتعرفيه منين؟ اخوك الكبير ده هو اتخرج وسافر واتجوز وخلف وطلع واتحلى على المعاش وهم لسه قاعدين هنا في الكليه. والله ايه هم بيسقطوا كل ده؟ مش حكايه سقوط، يعني هم تقدروا تقولي واخدين موقف. موقف من مين؟ من الامتحانات. جاسوس؟ تعالي. كلم شراويت. واحد نسكافيه من فضلك. ايه يا شراويت؟ برضه تاني نسكافيه؟ هتاخد دواء تاني؟ بقول لك ايه يا شراويت؟ خدي واحد حلبه حصى عشان تتغذي وتبقي كده. لو حتى في شاي في حاجه ساعه. خلاص عايز الشاي، بس الشاي بفتله. حاضر. بقول لك ايه؟ هشام فين؟ لا صعب تلاقيه دلوقتي، لا هو ولا الاستاذ مدحت ولا الاستاذ مختار، بس النهارده اول يوم وزمانهم دلوقتي مشغولين قوي. انا بكلمكم كطالب زميلكم، بس ليا خبره كبيره في الحياه الجامعيه. انت كطالب لازم تشترك في أسرة، أي أسرة، لأنه من خلال الأسرة دي تقدر تحقق كل اللي بتحلم بيه، نشاطات، سفر، رحلات، حفلات، تفوق دراسي، كل حاجة. والاشتراك اللي انت هتدفعه علشان تبقى عضو في الأسرة دي وتحصل على كارنيه، ده بيعتبر اشتراك رمزي جدا بالنسبة للخدمات الكبيرة اللي احنا بنقدمها لكم. انا باجي الكليه من اخر الدنيا، من اخر الدنيا، مفيش اتوبيسات للناس اللي ساكنه بعيد، الاتوبيسات زنقه. سؤال وجيه، الحقيقه دي احدى الموضوعات اللي احنا بندرسها وفكرنا جديا ان احنا ناجر ميكروباصات. ياي ميكروباصات؟ السياحيه مكيفه فول اوبشن يعني. شوفوا مصلحه الطالب عندنا اهم شيء وفوق كل اعتبار، والاستاذ هشام مقرر الاسره، هو زميل لينا في الكليه بس مش موجود دلوقتي، افنى حياته وعمره وشبابه في الكليه مش عشان نفسه، عشانكم انتم. يا ابني بطل تلعب في شعر زميلتك عشان انا مش مستريح لك من اول النهار. انا بقول لك من 15 سنه، من 15 سنه يا ولاد كنا زيكم كده مش فاهمين حاجه. هط نسكت؟ لا. نيأس؟ لا. قررنا احنا الثلاثه انا ومدحت وهشام، وهشام مش موجود دلوقتي زي ما قال زميل مدحت، قررنا وقرينا الفاتحه اننا ندفع بالحركه التعليميه في مصر. طب والاستاذ هشام فين؟ استاذ هشام. استاذ هشام لا انا اللي هحاول عشان ما يبقاش شكلي وحش. اتفضل. الاستاذ هشام عنده دلوقتي اجتماع في مدرج واحد لانه ناوي ان شاء الله يرشح نفسه رئيس اتحاد طلبه، وبكده يبقى الاستاذ هشام ولاول مره في تاريخ جامعات العالم كله يقدر يكمل 12 سنه، يعني ثلاث مدد بالنظام الامريكي كرئيس لاتحاد الطلبه، يعني لا ريجان ولا بوش قدروا يعملوها لحد دلوقتي. وسمعوا لي التسقيفه بالصلاه على النبي. دول ممكن يقلبوا كلينتون. بس انت من اول يوم في الكليه هتعمل مظاهره؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. على السلامه. على السلامه.
كابتن دكتور عباده. وحشني جدا جدا جدا. انت اكتر يا راجل. اهلا اهلا. والله يا دكتور الكام سنه اللي انا قعدتهم في الامارات ما غبتوا عن عيني لحظه واحده. الحمد لله على السلامه. واخبار الكليه ايه؟ تمام؟ تمام. ده احنا كنا في انتظارك عشان تمسك رئيس القسم، في حاجات هنا متلخبطه قوي مش هيعدلها غيرك. والاجيال الجديده من الطلبه عاملين ايه؟ لا كويسين؟ لا. غيرنا خالص يا دكتور. ظروفهم صعبه عشان كده تلاقي استيعابهم اقل. جيل حظ وحش. بس انا كان في موضوع كده عاوز اكلمك فيه. خير؟ ثلاثة طلبه يا سيدي مغلبنا في سنه ايه؟ السنه رابعه وبقالهم 8 سنين مقطعين علينا. يعني ايه وساكتين عليهم ليه؟ زملائي زميلاتي اصدقاء، اولا احب اني ارحب بيكم في الحياه الجامعيه، واحب اقول لكم حاجه مهمه جدا. احنا بنقضي في الجامعه اجمل ايام حياتنا، اجمل ايام شبابنا، علشان كده مش لازم نضيع اي يوم بنقضيه في الجامعة هباء. المذاكرة والنجاح مش هما كل حاجة في الحياة الجامعية، لا، لازم نطلع رحلات، نعمل حفلات، لازم نغني، لازم نحب. هو ده هشام؟ ايوه هشام يا شراويت. هو اصلا قسم تاريخ، خلص تاريخ دخل جغرافيا، خلص جغرافيا دخل اجتماع، موسوعة متنقلة، يعني تقدر تقولي كده سوبر ماركت. لا 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 انا مش بهزر، احنا فعلا لازم نحب، لازم نحب بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل جاهدين على رفع اسم مصر عاليا، لان احنا مستقبل مصر. أنا ما بقولش كلام خطب وجرايد، لا، بكرة بالنسبة لنا مش باين، مجهول. إذن ما فيش قدامنا غير النهاردة علشان نعيشه كما ينبغي. أي حد ليه أي طلب يجيني وأنا أسعى إني أنفذهوله. اعتبروني أخوكم الكبير وأنا هعتبركم كلكم إخواتي. انت رجادي واكتر يا دكتور، دول مراكز قوه في الكليه، الطلبه بيخافوا منهم اكتر مننا. دي وصلت انهم بيطبعوا ملازم يشرحوا فيها كتبنا. الطلبه بيسيبوا كتب الدكاتره ويروحوا يشتروا الملازم بتاعتهم. ليه؟ بيأثروا عليهم ازاي؟ معرفش، زي ما يكون عاملين لهم تنويم مغناطيسي. بيبوظوا علينا كتبنا؟ لا، لازم يتخذ معاهم اجراء حاسم وسريع. واضح إن مشاكلنا كلها مشاكل اقتصادية، اللبس، المواصلات، الكتب الجامعية. لا يا أستاذ، مش كلها اقتصادية، حضرتك ما قريتش سؤالي ولا إيه؟ انتشر، حتى المشاكل العاطفية يا أصدقائي هي مشاكل اقتصادية، لكن ولا يهمك، إن شاء الله كل ده هنحله. إحنا هنعتبر كليتنا دي بلد صغيرة، هندرها بأفكارنا إحنا، بسياستنا الخاصة. ومن هنا ورايح أنا مش عاوز حد يقول لي يا أستاذ هشام، أنا اسمي هشام وبس. كل العلاقة اللي بينا لا يربطها سوى الحب، سوى المنفعة المتبادلة. حاجة تجنن، حاجة تجنن، وانت كبير او انت صغير، وانت كبير او انت صغير، افكارك ممكن تتغير، افكارك ممكن تتغير، تبقى مخير ولا مسير. حاجة تجنن، حاجة تتحير، حاجة تجنن، حاجة الدنيا تلاقي احلامك بتدور في سوائي. انت عليك تحلم وتحاول، انت عليك تحلم وتحاول، اما الدنيا عليها الباقي.
بس العمر الحلو قصير. حاجة تجنن حاجة تجنن حاجة تحير. بحب امبارح قمت الصبح بقيت كارهاه. اللي انا كنت بحب امبارح قمت الصبح بقيت كارهاه. حتى عذاب الالم البارح حتى عذاب الالم البارح. شفت الوقت بقيت حباه. عمري ما كنت في يوم اتصور. حاجه تجنن حاجه تحير. ورفض واقبل. ركز واسأل وارفض واقبل. عايز توصل تبقى الأول. خليك كده على طول واتأمر. حاجة تجنن حاجة تحير. دنيا انا جاي لك شاري. بعد ما كنت بخبي وداري. قلت يا دنيا انا جاي لك شاري. بعد ما كنت بخبي وداري. جيت اختارك راضي بمارك. جيت اختارك راضي بمارك. والاسئله كلها اجباري. بس ما فيش ولا حرف مقرر. حاجه تجنن حاجه تحير. لازم اقعد مع الولاد دول واتكلم معاهم بنفسي. احنا معتمدين على الله وعليك يا دكتور عباد. بس انا بقول يعني نتناقش معاهم. نعرف هم عايزين ايه بالظبط. طلباتهم يعني. ونحاول نوصل معاهم لحل وسط. انا برفض الحلول الوسط رفضا باتا. مفيش حل مع الولاد دول سوى العنف. يعني لازم نديهم فوق دماغهم. الفلكة اللي كان المشايخ زمان بيستعملوها هي اللي طلعت طه حسين والعقاد وغيرهم. انما الدلع اللي احنا بندلعه للطلبه هو السبب في الانحراف والبوظان اللي بنسمع عنه وبنشوفه كل يوم. الولاد دول لازم اجيبهم مكتبي فورا. مظبوط يا دكتور. دكتور عرفة شايف صوابعي متبهدله ازاي؟ استاذ الانجليزي الله يمسيه بالخير كان ما يحللوش الا انه يضربني على ظهر ايدي. والنتيجة ايه؟ دكتوراه في الادب الانجليزي. ربنا يزيدك كمان وكمان يا دكتور عبادة. يزيدني ايه؟ دكتوراهات يعني. ايدي اسمك. حاضر. نايب عبد اللطيف زكي. ايه اخبار البيع النهارده ايه؟ قد كده. الشاورما زي ما هي. العيال جايبين سندوتشات معاهم ولا ايه؟ الحالة الاقتصادية بقت صعبة قوي يا اتش. فاكر زمان لما كنا بنبيع 1000 سندوتش في اليوم؟ لميت اشتراكات الاسره. في ناس كتير قالت اساميها وقالوا هيجيبوا الفلوس بكره. ومدحت فين؟ انسه شروت تقدري تعتبري ان انا ضليع في الرياضه الماليه والمحاسبه كمان. وان شاء الله ما دمت انا معاكي اعتبري نفسك ان انت عديتي في المادتين دول. ولما اعمل الملازم ليكي ملزمه هديه. حضرتك يعني لا 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 لا, لا ما بحبش الجو ده خالص. حضرتك وسيادتك على طول قولي لي يا مدحت ما هو اللي مستغربهله ان انت شاطر جدا وواضح انك فاهم كل حاجه ومع ذلك ما نجحتش مش كده؟ باين اهو السؤال في عينك دي. وما سبتش الجامعه ليه لحد دلوقتي صح؟ اهو باين السؤال في العين الثانيه. هو السبب بسيط جدا يا انسه شروت ان انا مسخر نفسي لخدمه الطلبه ولخدمه العلم. تقدري تقولي ان انا النبراس اللي بيضيق لغيره الطريق عشان يشوف ويمشي. الشمعة اللي بتحترق علشان غيرها يشوف ويعيش. لا يستحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. ولا ايه يا انسه العهد؟ هشام
تحت برج ايه؟ الطور. بس انت بتعتقدي في الحاجات دي؟ يا خسارة، كان نفسي تطلع برج الجد. وانا كنت صغير معرفش، لما اتولدت ورحت طالع طور كده. وبعدين هو الطور ولا الجد يعني؟ ما رحناش بعيد. ازاي بقى؟ لا طبعا في فرق كبير جدا بين الطور والجد. وبعدين برج الطور بخيل. هنسى امر، ممكن اعزمك على ثلاثة حاجة سائع في الكافتيريا؟ ايوه لكن ارجوك ما تكسفنيش. عزمك على ثلاثة خلاص، يبقى خلاص هما اثنين عشان خاطر. اوكي. سندوتش واحد بس. اثنين اربعة. اي الدور على حساب مختار. هات كمان اربعة عيدهم على حسابي. السنة دي باين عليها جاية علينا بخسارة ولا ايه؟ خد الله. اهلا يا سناء، هتأموري. مرسي، انا هطلب بنفسي. يا شيخ انا عازمك. انا اسفة يا هشام، ما بحبش عازم ولا تعزم. هشام دكتور رئيس القسم عمزة. الدكتور عرفة؟ لا ده رئيس القسم الجديد. عايزنا احنا التلاتة؟ اكيد طبعا احنا التلاتة. امال يعني بعد اذنكم يا جماعة، رئيس القسم بس عاوزنا، اكيد في مشكله مع عصلجه قدامه وعاوز نحلها له. الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه في الجامعه دي. يلا يا اولاد، بقول لك ايه، الشغل ممنوع وما تملاش السندوتش قوي. يلا. يا ترى عاوزنا ايه؟ اشمعنى احنا الثلاثه بالذات؟ شكله غير رئيس القسم الجديد ده. كشر، ظريف، خدت، طويل، قصير، تخين. الله اعلم. اتفضلوا يا كباتن. رجب، اقف على الباب، لا تدخل حد ولا تخرج حد. مش ممكن، مش معقول، حد يقرصني. حسام، مختار، مدحت، اتفضلوا. احنا دخلنا الكلية دي مع بعض في يوم واحد، قضيت معاكو اجمل ايام حياتي وسافرت، خدت الماجستير والدكتوراه واشتغلت ورجعت لقيتكو هنا زي ما انتو. انا زي ما انا وانت بتتغير يا عبيدة. فاكر يا دكتور لما كنت بتاكل اكلنا؟ ايوه والله، ولبسنا بدل. واخرتها هتفضلوا كده؟ يعني الكلية مش طايقاكم. الاساتذة طهقانين منكم. كفاية بقى. في اوروبا الولد لما بيكمل 16 سنة بيسيب البيت، بيعتمد على نفسه. واظن 15 سنة في الجامعة كفاية. تقصد ايه يا عبادة؟ الظاهر الدكتوراه غيرتك. لا، الظاهر ان الفلوس هي اللي غيرته. اسمعوني كويس، هما ما ينفعش معاهم غير كده. بصراحة ربنا انا خفت اللي احسن يعمل فيهم حاجة. خفت على نفسي وخفت على الكلية. اديت خبر للدكتور. اسمعوا يا جماعة، أيوه. دكتور عبادة ده ما يعرفش يامر حمين. يا سلام. انا عارفه، كنا بندرس سوا في جامعة الخرطوم. طالب بس اتكلم قبل ما يرفع ايده. تصوروا حصل ايه؟ حصل ايه؟ الولد يا عيني ليلتها بات في المستشفى. للدرجة دي؟ ده راجل دغري. ده أشرف لغاية دلوقتي على 30 رسالة دكتوراه، ضرب فيهم 60. إزاي؟ كان بيضرب الطالب اللي بيقدم الرسالة واللي بيكتبها له كمان. هوبا، على إيدك لما أروح أشوف عشان يعمل فيهم حاجة. لا 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 لا، استنى يا رجب استنى. سيبه، خليه يربيهم. أبوس إيديك وحلوا عني. ارحموني. ما هو انتوا السنه دي هتنجحوا، يعني هتنجحوا عشان خاطري. نفسي احس ان بقيت دكتور ورئيس قسم. ربنا يستر طريقكم يا رب. الموضوع كبر قوي. شوف عباده ماله يا دكتور هشام. شوف يا دكتور، انا مش فاهم احنا عاملين لك ايه. ما هو نجاح مش هننجح. احنا مرسقين امورنا والحمد لله وبنكسب لقمتنا بالحلال. هنخرج بره نعمل ايه؟ مفيش شغل. وبعدين افرض اتخرجنا، هتشغلنا حضرتك؟ اشغلكم في الحكومه ب 48 جنيه في الشهر.
احنا يا بابا بنطلع المبلغ ده في يوم. يعني ايه مصرين ما تنجحوش؟ طيب تقدر تقول يا دكتور ان احنا واخدين موقف من النجاح. يا اخر حاجه كنت اتصورها انك انت تبقى باصص لنا في لقمه عيشنا في السبوبه. ما كانت قدامك الفرصه تبقى معانا كان زمان ربنا كرمك وبتاكل معانا عيش. انت اللي فشلت ونجحت ورحت عملت دكتوراه. حظك نصيبك. ارضى باللي كتبه لك ربنا يا اخي حتى عشان ربنا يبارك لك في القليل. انما هتقعد تنبر علينا انا هنقل ادبي بقى عشان انا اتخنقت. فهمت؟ ما هو شوفوا بقى انا مش هتحايل عليكم. انتوا السنه دي ناجحين ناجحين وكل واحد فيكم يشق طريقه في الحياه زي ما يحب بعيد عن هنا. طيب طيب يا عبيده الدكتور عباده. طيب يا دكتور عباده لما نشوف بقى مين فينا اللي هينجح مين. ولو انت دكتور من ظهر دكتور يبقى نجحنا. الو اديني رئيس الجامعه. المشكله مصمم ينجحنا. شفت هو بيقول هتنجح ويا حاجه هتنجح. شفت الغل اللي جواه هو بيقولها. طب وبعدين يا جدعان احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده. يا جماعه ما تصدقوش كل ده تهويش. هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل حاجه. طب انا هسيب الورقه فاضيه مش هكتب فيها ولا كلمه. اما اشوف بقى هيعمل ايه. مش هيقدر ينجحني. ينجحني ده ايه؟ ده ينتحر. هشام طب افرض بقى ان انتوا نجحتوا. ما تبصريش وشي. اصل لو نجحنا هتبقى مشكله. هنضطر ندور على شغل. وانت عارفه يا ناهد الحاله الايام دي شكلها ايه؟ اكيد بابي يشغلكوا عنده. انا ارفض ان بابي يشغلنا عنده. مش دي المشكله. احنا اتعودنا خلاص ان احنا نبقى اصحاب شغل. وبعدين احنا ما يهمناش الماده. احنا يهمنا مصلحة الطلبة ومصلحة المجموع. يا ترى الدكتور عبادة ده برج ايه؟ دكتور برضو؟ يا فندم دول قضية. دول دفعتي انا يا دكتور. احنا لو سيبنا الموضوع بالشكل ده مش بعيد نلاقي اب وابنه زملاء في نفس السنة. ومين عارف مش يمكن يتخانقوا على بنت بيحبوها هما الاتنين. انا ابويا خد الثانوية العامة معايا وكان بيغير مني. بقى يجيب الكتب الخارجية لنفسه وما يرضاش يخليني أشوفها. أرجوك يا فندم تهتم بالموضوع. آدي رئيس الجامعة وزير التعليم وكلمناهم. يبقى فاضل مين؟ مين؟ ألو الأمم المتحدة. اديني الدكتور بطرس غالي. عايزك ما عرفت ازاي اهم النار الحب
شوفي، بالرغم من انها مامتي لكن عذراء، برج العذراء دي تبقى حما صعبة قوي. بالعكس، ست طيبة قوي وحنينة، بعدين هي عايشة في البلد مش عايشة معانا هنا في القاهرة. يا حرام، يعني انت عايش لوحدك؟ امال مين اللي بيطبخ لك الطبيخ ويغسل لك الغسيل ويمسح؟ إذا كان اللي شغل بالك ده زميل في الكلية ابعد عنه يا بنتي. طلبة الكلية حلوين وزي القمر، لكن ما يعرفوش يشيلوا مسؤولية. دول ما يعرفوش إلا الحب. عيال. لا يا ماما، ده مش عيل، ده عنده 35 سنة. إيه؟ يا نهار أسود، هو سايق كم مرة؟ بقول لحضرتك موقف يا بابي، ده ممكن ينجح ويطلع الأول كمان، بس واخد موقف وده اللي عاجبني فيه، عاوز يعتمد على نفسه. لا لا، ده كلام عيال يا بنتي. لا والله ابدا يا بابي، ده انا حتى عرضت عليه شغل عند حضرتك. تعرف عمل ايه؟ عمل ايه؟ شتمك يا بابي، شفت حضرتك حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ ما دام لسه طالب يبقى يتنيل على عين اهله، مفهوم؟ ارجوك ارجوك يا بابا، الواد ده صايع وملوش مستقبل يا بابا. بس شوف اقراله الطالع وانت هتعرف، ده اول انسان احبه في حياتي برغم انه برج الثور، بس حبيته. الواد ده اخر واحد تفكري تتجوزيه، لان برجه مائي وبرجك ترابي، ولما تتجوزوا تراب وميه هتبقى عيشتكم طينه. مش مهم يا بابا، المهم ان ده اول انسان قلبي اختاره. طالب يعني نص راجل، يخلص نشوفه نتكلم معاه. دلوقتي التفتي لمذاكرتك يا ريت الألم. عملها عبادة، نجحنا. خونة خونة.
دكتور عباده، انت عندك مشاكل في النتيجه بتاعتك؟ اطلاقا يا فندم. طب امال ايه حكايه الاولاد اللي عاوزين يصححوا ورقهم تاني دول؟ والله ممكن سعادتك تشوف الموضوع ده بنفسك. يا فندم احنا نطالب باعاده تصحيح اوراق الامتحان. طيب طيب انتوا ساقطين في مواد ايه وايه؟ للاسف يا فندم احنا ما سقطناش. امال ايه؟ نجحنا نجحنا. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. انا يا فندم افهم سعادتك الموقف. الطلبه دول الواد مدحت ما استحملش الصدمه يا عيني، هيتجنن. قطع عيشنا ربنا ينتهي منه. طب احنا نقعد نقول كده ولا هنعمل ايه يعني؟ شوف احنا كل واحد مننا يدور على رزقه بقى في حته جديده. هنعرف ربنا معانا، ربنا معانا. أرجو إن تكون الأنسة ناهد إدت حضرتك فكرة عني. هي قالت لي بس أنت لغاية دلوقتي ما لقيتش شغل. أنا مش عارفة أقول لك إيه. لا ما هو إن شاء الله ما أنا مقدم في نادي الزهور. هتلعب يا ابني؟ لا يا طنط أنا كبرت على الحكاية دي، أنا هدرب. أصل أنا كنت بطل الجامعة في الكاراتيه. بس هم وافقوا. إن شاء الله هيوافقوا. هي الحكاية دي بتكسب. هما هيدوني مكافأة بسيطة كده لغاية إن شاء الله ما أثبت نفسي. أنا مش عارفة أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تقدم شبكة ولا تكتب الكتاب ولا مش عارفة أقول لك إيه؟ لا كفاية قراية فاتحة قوي لغاية ما ربنا يسهلها لي كده وأعمل لناهد ليلة ما حصلتش. اسمك مختار وأمك اسمها سكينة. مظبوط. من شبرا. 4 حارة نصار عطفة الحواوشي. بالظبط. وجاي تتقدم لبنتي. الله ينور عليك. وانت كحيان وعدمان وما حلتكش الوضع وواطي. بص هناك. بص هناك. بص مش معايا انا. بص. ايه يا مختل؟ بتبص هنا. انت كده متأكد انك بصص لي؟ انا هجوز بنتي لواحد شباب. اسمع يا مختار، امل مش ليك وانت مش ليها، وهتربس معايا هتربس مع سكينه. مين سكينه دي؟ امك. طلبت مرفوض 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 يا ولدي. بس انا ماليش كلام معاك. ليه؟ هتتكلم مع مين؟ مع تفيده. تفيده مين؟ أمك! أمك! إيه ده؟ مالك الدش؟ إيه؟ مالك؟ مالك؟ ألو؟ يا مختار؟ إزيك يا حبيبي؟ عامل إيه؟ الحمد لله. أهو؟ كل يوم بسلم الافات واستلم الافات واخر الشهر بابا 68 جنيه. انت بتتكلم منين علي؟ انا بكلمك من عند هشام في النادي.
يعني الظروف كده برضه. 175 جنيه في الشهر. ايوه الظروف منيله معانا كلنا. شغل في الليل؟ ليه وراك ايه؟ لا ما انا الصبح في المطبعه وبالليل في الكباريه. لا طبله ايه يا راجل؟ شغلانه الطبله دي انا بطلتها من زمان. لا ده شغلة لا لوني ولا طبعي ولا شكلي خالص. لا الحمد لله شغال شغلانه محترمه جدا. يا ابني واحد سحلب وكتر الحليب شويه من الناس. بقول لك ايه، مدحت فين؟ استاذ مدحت؟ اه جاي هناك اهو. ما تمد يا ابني يا حبيبي. ايه ازيك يا هشام؟ مالك مزعبل كده؟ بس يا هشام بس اللي انا عرفان من عيشتي ومن حياتي ومخنوق خانقه ما اعلم بيها غير ربنا. ليه بس؟ شروت فرحها بكره. ايه ده؟ مش ممكن يا راجل. هات شيشه يا راجل. شيشه؟ انت بتشرب شيشه يا مدحت؟ اه من غلبي، اي حاجه انفخ فيها اطلع النار اللي جوايا. هو مختار فين؟ ما شفتوش بقالي اسبوع. يكون عمل في نفسه حاجه بعد الراجل ابو امل ده ما رفضه. ده راجل مخلول، حد يرفض شاب زي مختار؟ خلص انت هتشربها؟ طلبها لك انا ولا ايه؟ وانت عامل ايه مع ناهد دلوقتي؟ امها تعبانه قوي يا مدحت، لا انا بحبها ولا هي بتحبني. انت هتتجوز امها، المهم البيت. ما حالفة يعني لو ما كونش نفسي في خلال سنة هتمسك الخطوبة. من الناس اللي عايشة بيعملوا ايه؟ دي البلد يا غالي مليانة عربيات وفلل. الله أعلم، المهم الواحد بينام وضميره مرتاح. الحمد لله أنا ما بنامش أساسا. هذا اللي كنا بنتكلم فيه، عربية أكتر من نص مليون جنيه أهي، يعني مش تحل مشاكلي ومشاكلك بس، بتحل مشاكل الجيل كله. على رأيك عمارة ماشية على الأرض. يا مختار يخرب بيتك. مختار انت اتكلمت يا مختار؟ حد يشتغل على عربية زي دي؟ انت مش عارف انها لو اتخبطت هتقعد طول عمرك تسدد في ثمن الخبطة؟ ايه ده؟ ده باسمه؟ يبقى عمل عاملة منيلة. انزل انا من العربية دي فهمنا لي ولا انزل انا. أنا آسف يا جماعة مش هقدر أقعد معاكم على القهوة الحقيرة دي، أنا لازم نقعد في مكان محترم يليق بيا علشان نعرف نتكلم. يلا. في إيه؟ في أنا مش فاهم. في إيه يا عمرو؟ أوف. عربيتك؟ ملكك دي ولا؟ اقفل ده يا اخي ورد عليا. يا بابا مستعجل على ايه؟ هقول لك على كل حاجه. يا مدحت تكييف كويس ولا مضايقك؟ الله يخرب بيت مدحت لبيت اليوم اللي اتولد فيه مدحت. هو مدحت عايش؟ مدحت ميت يا ناس. ايه العربيه الفخمه اللي احنا راكبينها دي يا هشام؟ طياره دي ولا طياره؟ والله العظيم طياره يا ناس. انت هتقول جايبها منين ولا اختطفها؟ مش هقول 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 كل حاجه، بس انا دلوقتي عايزكم تعيشوا. عيشوا. سيبك من الكاسة والحاجات دي دلوقتي واتكلم. قتلت حد؟ سرقت بنك؟ حشيش؟ هروين يلا؟ ورثت؟ ورث ايه؟ ده فقر هو وعيلته، ده انا حافظهم زرا عن قلب. انت يالا الواد عمل عامله سودة. انت يالا عضو عضو تبيب عضو. انا اقول لكم على كل حاجه يا جماعه، انا لا قتلت ولا سرقت ولا زورت، لا هربت هروين ولا حشيش.
انا ما خالفتش ضميري ولا لحظه، انا ما خالفتش القانون. يلا بينا يا هشام، يلا بينا، اصل انا مش داعي عصافير ولا راكن الفيل بره. انت يالا قول جبت فلوس منين؟ عاوز تفهمني انك اشتغلت شغلانه شريفه وجبت ده كله؟ مين قال لكم ان انا اشتغلت؟ كمان امال ايه؟ لقيت الفلوس في الشارع؟ انا اتجوزت. اتجوزت؟ اتجوزت امل؟ امل امل بومبا يا حبيبي. امل اتخطبت لابن عمها، كان جاهز يتقدم وافقوا عليه، انا بقى اخدت استماره ستة يعني مرفوض. امال اتجوزت مين؟ انسانه حبتني اتجوزتها. اديك شايف العز اللي انا عايش فيه، لبس، عربيه، اخر موديل، دفتر شيكات، من كله يا ابني. اكيد دي انسانه متخلفه عقليا اللي تدي لك العز ده كله. تقدر تقول لي قصاد ايه؟ ايوه قصاد ايه؟ هو لازم كل حاجه قصاد حاجه؟ حبا لله في الله اخي كده. لا يا سيدي، مفيش حد بيعمل حاجه لله النهارده. طب مراتك بقى اللي انت متجوزها دي فين هي؟ مش عايشه معاك ليه؟ هو ده السؤال الوجيه اللي انا كنت عايز اساله. مش عايشه معاك ليه؟ ايوه مراتي عايشه في فيلتنا في المعادي، انا بقى كل يوم في سويت شكل، اما اذهب الفيلا كده واتضايق من الباربيكيو، من الساونا، من البسين، اجي اقعد في سويت ما. انا بقول اديله نوك اوت قضيه، اعدل له عينيه ونخلص منه. انا فهمت قصدكم يا جماعه، فعلا مفيش حاجه بتستخبى. انا هجاوب على كل الاسئله اللي انا شايفها في عينيكم. اتفضل. هي دي؟ ايوه مالها؟ ست بتحبني، ادتني كل حاجه، اسيبها ليه؟ في زمن زي ده اسيب واحده زي دي؟ يبقى انا عبيط. مختار اخويا حبيبي، الف مبروك، الف 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 مبروك يا مختار. بس انا برضو زعلان منك قوي. ليه؟ معقوله ما تعزمش صاحبك اخوك حبيبك؟ صاحبك صاحبك ايه انت يا ابني؟ قول لي ازاي تتجوز واحده زي دي؟ هشام انا مقتنع باللي انا عملته والله. انا عايز اعيش يا اخي، من حق اعيش. اللي عمله مختار ده عين الصح، فرصه بتيجي للبني ادم مره واحده بس، وبعدين الراجل ما غلطش. الراجل اتجوز يا جدع. لا ده ما اتجوزش، ده باع نفسه. الراجل اللي بيع نفسه زي الست اللي بيع نفسها. انا اسف اني عرفتك في يوم من الايام وكلت معاك عيش وملح. اخس جدع، روح نكدت علينا. نكد عليك يا حبيبي ولا يهمك، الف الف مبروك. بالنسبه للعروسه اسمها ايه؟ النوش. ايوه اسمها العروسه اسمها ايه؟ النوش. ده الدلع. اه انما الحقيقي بقى انشراح. طب ابن حلال يلا. طب ابن حلال انا كنت عايز اسالك سؤال بس من غير حساسيه، احنا اخوات ما فيهاش حاجه يعني، معلش احنا بنتكلم ما فيهاش حاجه يعني. وبس سؤال صغير، بالنسبه مراتك انشراح مالها؟ ملهاش اصحاب. سلي يا خالتي، ادي لوز، ادي فستق، وادي بندق. ايه ده كله؟ ايه ده يا ابني؟ وانا فيا اسنان للحاجات دي. ثانيه واحده. كسارة صناعة ياباني، تحط اللوزة هنا اتك اتك تتكسر، القشرة هنا واللوزة مقشرة هنا. اتفضلي يا خالتي. طول عمرك حنين زي امك. والله يا ضيا اختي الوحيدة اللي كانت فوق راسي امك، انما كنت احبها دونا عن كل اخواتي، احبها موت يا خالتي. انا بقالي 12 سنه في الخليج، مفيش سنه ضيعتها اونطه. السنه دي بوتاجاز وتلاجه، السنه اللي بعديها غساله وخلاط ومكنسه، والسنه اللي بعديها سيراميك. ما بضيعش وقتي. خالتي يا خالتي، عينين خالتك. خدت شقه في فيصل. هو في حد معانا يا ابني؟ الحاجه لما بيتنبر فيها ما بتقعدش. ما دام العين سايباك كده اعمل حجاب. يا طنط انا مش عامل حجاب، انا عامل تدسانه. بصي اهو اهو اهو. ربنا يحفظك يا ابني. هي فين؟ راحت فين يا خالتي؟ نزلت تصور ورق وجايه. لغايه دلوقتي الساعه 8:30 دلوقتي يا خالتي. هشام انا وفرت 100 جنيه بحالهم اهم، دلوقتي تقدر تجيب الدبل. ما معقول انا هاخد منك برضو حق الدبل؟ ما انت يا حبيبي ياما هتجيب لي، يا اما ماما بقى هيبقى لها تصرفات تانية. يا هشام ناهد، خلي فلوسك معاكي، انا لسه بصحتي واقدر اشتغل واجيب فلوس. علشان خاطر ماما بس يا هشام، قلقانه ومش مستريحه،
ان احنا لحد دلوقتي ما لبسناش دبر. طب علشان خاطرا كان لازم تستنوني يا خالتي. انت عارفه ان انا متكلم على نهد واحنا صغيرين. سافر اكون نفسي اجي الاقيها اتكتك طارت. والله يا ابني انا مالية مزاج للجوازه دي ابدا، انما اعمل ايه؟ ده ما حدوش اللعبه واكل عقل البيت. طب اللي ما السمنة بيشتغل ايه؟ انا عارفه يا ابني، هو بيقول بيشتغل في النادي لعب عيال كده. بيشتغل ايه في النادي يا خالتي؟ مش عرفني، بيلم كور ولا بيمرن كاراتيه. كاراتيه؟ قصدك بيلعب كاراتيه؟ هو اللي بيقول. احنا ما نتهوش يا خالتي، احنا ما يهمناش ابدا، ما دام ما حصلش اتفاق انا اسمح له يدخل البيت ده. ربنا يسمع منك يا حياتي. خالتي شايفه الهديه اللي جايبها لنهد؟ الله، ايه دي بقى؟ شبكه ولا ايه؟ شبكه ايه يا خالتي؟ دي شبكه نهد، لازم تكون مرسيدس، خنزيره، تمساح، حماره. ما تكسفنيش بقى يا خالتي. خد انت قدمها لها بنفسك وافتح لها الباب. ماشي ماشي يا خالتي. ايه ايه ايه؟ ايوه حاضر. نهد الحمد لله على السلامة. الو هشام. هشام وحشتني 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 قوي يا هشام. الخمس دقايق دول انت بتتكلم على ناصية الحارة؟ طيب يا حبيبي تصبح على خير. لا اله الا الله. نهد ديتك يا نهد، لفيت عليها الاكويت كلها. ايوه دي، لكن عايز اشوفك لابساها يا نهد. حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ يعني مفيش حاجة أخف من كده. دي أخف حاجة عندنا. طب هما الاتنين بكام؟ 200 جنيه. طيب أنا هاخد واحدة بس وأبقى ألبسها يوم والعروسة يوم. لو سمحت، هو مختار بيه لسه ما وصلش؟ مختار بيه وانشرح يعني، متصل من العربية وقال له ما في السكة. من العربية؟ لا اتفضل حط عادي، ده سؤال يعني. والله بيت معروف هو مختار في المطاعم الكبيرة، الله يرحم أيام الكشري على العربيات وسندوتشات المكرونة. والتاني بيقول لك مبادئ. المبادئ قال الجعان الشحات. أنا بدوي. أنا بدوي أستاذ. عليك يا بدوي. أنا عارف إن حسابنا تقل بس مش كده يعني يا جدعان. برضه خد منكم يا باشا. خد منكم يا باشا. كنت لسه بتغلط. أؤمر يا باشا. بدوي. أنا يا باشا. عندك ورد؟ عندي يا باشا. قليل أوي هنا. حاضر يا باشا. جميل. ده كمان يا باشا، الدقه كمان اللي بتحبها. خد يا باشا، خد يا باشا، والدقه كمان اللي بتحبها يا باشا. لا مش متفضل. خد يا باشا. خلاص بقى، خلاص بقى يا بدوي. ايوه يا باشا. ماشي يا باشا. خروف خروف، باكل خروف يا ناس. سوري يا مدحت. سوري. معلش، اصل انا كنت في الساونه وانوش كانت بتعمل ايروبكس. انوش؟ ايوه انوش. انوش يا حبيبتي، اقدم لك الغالي مدحت من اجمل واحلى الاصدقاء المقربين ليا، 19 سنه زمايل في الكليه. تشرفني يا استاذ مدحت. يشرف مقدارك يا حاج، يشرف مقدارك يا انوش هانم. اهلا وسهلا. مختار، انت بتدخن سجق اليومين دول؟ جاهل، مش عارف الفرق بين السجق والعسليه. والله ما له لازمه كل الاكل ده، مين اللي هياكله؟
ان الواحد لازم تتغذى وتربرب عشان تعرف تذاكر يا طنط. خدي دي من ايدي. ميرسي قوي يا ديان، انا اكلت وشبعت. ما عليك يا ناهد، ما تكسفوش. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ لا والله العظيم ما حد فيكوا قايم. اقعدوا اقعدوا، قالوا واكلين يكفيكوا شر الجايين. هو اللي يجيبه دلوقتي؟ ها؟ هو مين ده؟ الأنسة، الأنسة ناهد موجودة؟ مين حضرتك؟ هشام. اتفضل يا هشام. اتفضل. مساء الخير يا طنط. أهلا. اتفضل. ما تيجي تاكل. لا شكرا، واكل قبل ما أجي. ما تعرفناش بالأستاذ يا خالتي. ما تعرفناش بالأخ يا ناهد. ضيائي ابن خالتي هشام خطيبي. رايح اغسل ايدي. خدني معاك. وده بقى مقيم عندكم هنا؟ لا طبعا، هو بس جاي يتغدى معانا النهارده. مبروك. هو اللي جاب لك دي؟ هديه. وانت بقى ايه حق تقبلي منه الهديه؟ ابن خالتي. نفسي اعرف ناهد هتتجوز ده ازاي؟ في ايه ده؟ مش عارف، ده لا شكل ولا منظر ولا حاجه ابدا. يا ابني احنا لسه عملنا حاجه، ده ولا قرا فاتحه ولا لابسها دبله ولا جاب لها شبكه. لك عليا انا هزهقه لغايه ما يمشي. طنط شقت فيصل، انا ركبت لها كلها سرابيك. الف مبروك يا عم. صوت صوتك. عندك حق. يخرب عقلك يا مدحت، دمك زي الشربات. ولسه انت شفتي حاجه؟ ده انا قرد مسلسل. ده انا هموتكم من الضحك. طب انا هحكي لك على موضوع بقى عجيب قوي. وانا في روما في ايطاليا يعني، وماشي في الشارع بقالي 3 ايام، لا اكلت ولا شربت ولا نمت، ماشي يائس من حياتي، فاكر انت؟ وقيس بيه الساعه 10 بالليل، الساعه 10 بالليل بقى في روما ده خطر قوي قوي يعني، صعب الواحد يمشي لوحده، فاكر انت؟ فانا ماشي كده في امان الله، لقيت عربيه ماشيه ورايا، فاكر؟ ها تبطأ في الخطوه، تبطأ امد شويه تمد، خفت رحت مدد اكتر، راحت العربيه مده، رحت جاري قامت العربيه جاريه ورايا، قعدت اجري 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 والناس يقولوا حاسبي. المهم انا وانا بتجري العربيه بتجري ورايا، خفت بقى قوي، فاكر انت لما كنت جريت؟ ففجاه رحت واقف وقلت بقى يلا بقى حياه وموت بقى هعمل ايه. راحت العربيه جايه كده عامله ايه، وراحت واقفه قدامي، وراح فتح واحد الازاز بسرعه كده، ورحت راقلب نصه، قال لي شبره واحد واحد شبره. في ايطاليا. في ايطاليا. انا قلت الاول ايه، يمكن في حي اسمه شبره في ايطاليا ولا حاجه. طلع بقى مفيش حاجه، طلعوا عيال صحابي مصريين اتصاحبنا يعني بعد كده، وبقينا اصحاب وحبايب قوي قوي، حتى عرفتهم بمختار، فاكر؟ مختار كان معاك؟ لا فاكر. عارف يا مختار؟ مدحت يعجب مين قوي؟ مين؟ بلبله. بلبله مين؟ نبيله هانم السلحدار صاحبه النوش. تعرف يا مختار؟ بلبله اصلها تموت في خفه الدم وتموت في اللي يضحك معاها، عشان كده ما بتكبرش ابدا، عمرها ما شهدت للدنيا هم. البتاعه دي مش عارف ما بلبله دي نظامها ايه؟ لا دي فوق قوي قوي، مليارديره. طب ما يا ريت نتعرف عليها بكره. قوي قوي، ناخد الشاي عندها بكره بالليل. ايه رايك يا مختار؟ قوي قوي. يا ايه؟ لا انا فاضي بكره. عليا النعمه اضربه، الواد راجع من بره معايا قرشين عامل لي بيهم فوند. يا عم انت مدخل نفسك في مواويل غريبه قوي، دماغنا بقى صراحه ربنا انا مش فاضيلك ولا فاضي للمواويل بتاعتك دي خالص. امال فاضل الوليه القرشانه اللي انت رحناها؟ هتعمل زي صاحبك؟ مش احسن ما كل واحد يبيع ويشتري فيا على مزاجه؟ وانت كده ما بتبيعش نفسك؟ ببيع بس بيعه مضمونه. طب افهم انت رايحناها بكره بصفتك ايه؟ رسميا رايحين نشرب فنجان شاي، انما الشغل اللي من تحت لتحت هي طلبت تشوفني عشان نتجوز. كشف هيئه يعني؟ اعتبره كشف هيئه. يخص بقى مش مكسوف من نفسك؟ ايه في ايه اللي بالك؟
لما نقيد دول على الحساب هيوصل 52 جنيه. 52 جنيه ليه؟ انا شربت تموين القهوه كله. والحساب مفتوح بقاله شهر ايه؟ طب خلاص ما تستعجلش. كلها يوم ولا اتنين وادبر لك جوز جنيهات. بالذمه مش مكسوف من نفسك وانت عايش في الحياه شكو كده. جايب لك كلام راجل مادي. راجل مادي ايه ده انت اللي غاوي فقر. ايه رايك بقى انا لازم اخدك معايا بكره عشان تشوف العز اللي على اصوله. ربنا يكرمني واعرف اعالجك. لا 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 روح لوحدك يا حبيبي. وكتاب الله العلي المجيد لا تيجي معايا غصب عنك. ايه رايك بقى على الاقل تقف جنبي يا اخي تشوف اخوك في الموقف ده ولا انت ناوي تستندل ولا ايه؟ الو يا صباح الورد والزبده اللي معجونه بقشطه يا فندم. مراته انشراح هانم. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه ايوه يا مدحت ايوه فاكر فاكر. ميعادنا بكره في فيلا بلبله في الزمالك. في شعري في شارع حسن صابر. طيب هشام عندك؟ يا ريت يجي معاك ادهوني. لا ما تحرجنيش بقى اكلمه. ايوه نعم هي جمعيه كل واحده هيقبضها مره ولا ايه؟ عاوز تخيبه زي ما خبت انت؟ انا عايزه يقب يشوف الدنيا يسافر يستمتع يتلعب في الغلوه. طب وايه الثمن بقى اللي هيدفعه؟ اقول لي ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ هات بقى كفايه. اوف عايزها نعمه حريم عشان الماموريه اللي رايحينها خشنه شويه. محمود شوف هشام بيه ياخد دقن ولا شعر؟ لا لا دقن ولا شعر، انا مستني الاستاذ. ليه كده هشام؟ ما تاخد دقنك هتخش على الناس كده؟ انا حر يا اخي. ايه يا هشام شكلك ناوي تبوظ الجوازه الليله دي. والله ما عملت فيك خير. خير ما انا عارف، انا لما المقصات بتتفتح وتتقفل قدامي بتنكد. يا ساتر يا رب على نكدك، ربنا يعديها عليك. سوق يا اسطى. خد لك بدله ولا جاكيت جلد مش احسن. انا معايا فلوس كتيره فاضي. انت مبسوط وانت شاري بدله ما دفعت ثمنها كده؟ وايه يعني مش اخويا حبيبي؟ حبيب قلبي هو اللي دافع لي ثمنها. واخوك ده جاب الفلوس منين؟ مش من مراته؟ وايه يعني مراته؟ هو ايه ومراته ايه؟ ما هم واحد. وانت يعني لما نهد اديتك الفلوس عشان تشتري لها الدبل عشان تخطبها كان حلو ليك؟ لا نهد حب مش نصب. حب ايه؟ بقول لك ايه ما تخنقنيش، مفيش حاجه اسمها حب. الحب ده في الافلام بس، وما تعكنتش عليا في الليله الخضرا دي. ٧٥ قرش لكن حاسس اني ملك. طب خلي الموضوع ده بيني وبينك. ليه؟ لا عشان الحسد يعني، عشان ما حد. انا اتخنقت منك خلاص خلصت. الهادم نازلة حالا على مهلة. اي خدمة؟ شكرا. انا طالعة لها يا ميرو. اوكي. ميرو. عيون ميرو. هتوحشني. انت هتوحشيني اكتر. نبيلة هانم موجودة؟ مين حضرتك؟ قول لها مدحت وهشام. هي في انتظاركم. اتفضل. لا
اهلا يا هشام. اهلا اهلا. ما كنتش متخيل انك انت تيجي. ازيك يا مختار؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ برافو، حلو قوي على قاتك. تبقى حاجه من الفلوس تديها لك ولا تسيحش بقى ولا نقلعها واقابلها بالفانيلا؟ الله الله الله، ايه ده؟ مين دي؟ دي انوش لما كانت بتعمل الفوازير. امال هي فين انوش؟ قصدي جراح هانم فوق مع بلبله. عارف بقى عرايس بقى وجداد وحلوين. عرايس. ايه الحلاوه دي؟ مين القمر ده؟ دي نبيله هانم الشرباجي. دي نبيله هانم الشرباجي؟ سنة 42. ده بقى اكيد الشرباجي باشا والد نبيله هانم. الله يرحمه ويحسن اليه. مش ده الباشمهندس محمد علي باشا برضه؟ هو قريبها برضه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. هيتجوز التاريخ. البهوات يمروا بحاجة؟ أنا هاخد درينك. حد يحب ياخد درينك معايا؟ هشام تاخد درينك؟ لا أنا هاخد سحلة. نعم؟ أصله رياضي بيحب الحاجات المغذية. هعمل له كوباية سندوتش. أوكي. جولية من أيام حتشبسوت. لسه هي نفسي تتجوز. يا هشام وبعدين؟ اقعد ساكت خالص. يا جماعه يا جماعه، احنا كنا في ايام الجامعه ما شاء الله ماشيه معانا وزي الفل، ايه اللي يهمكم بقى على المر؟ اللي امر منه الفلس، الجوع، الفقر، الصياعه. راضي انوش انوش. هشام الضلع الثالث في مثلث صداقتنا. انشنتي. اهلا وسهلا. بلبلة بس مكسوفة شوية. مدحت بيتكسف برضه. اهلا يا مدحت بيه. اهلا يا هشام بيه. اهلا وسهلا. اتفضلوا ارتاحوا. بموج التعبير والشعر الحرير عالخدود هفهف. الاغنيه دي بتتغنى على البحر في اسكندريه. في الحقيقه لما كلمت بلبله عن مدحت وخفه دمه أصرت إنها تتعرف عليه. نبيلة هانم، دي أمنية غالية وتحققت لي. أنا أكيد مش هعرف أنام الليلة دي من الفرحة. نبيلة هانم، حضرتك واضح إنك بتحب الموسيقى. أيوة طبعًا، أصل معالي سعد باشا زغلول لما كان يجي يزور معالي والدي كان دايمًا يطلب مني إن أعزف له حتة موسيقى معينة دايمًا يحبها. والدتي ربنا يديها صحة وطولة العمر، باولا بارتوك مارتون فارفي كانت دايما تاخدني عند بروفيسور روتسر رالف فون هايدلبرج عشان اخد درس البيانو. مين ده؟ بروفيسور روتسر رالف فون هايدلبرج، حضرتك تسمع عنه؟ كان عندي من اسبوعين. البروفيسور؟ لا البرد. نبيلة هانم، انا عاشق للموسيقى. يا ترى لو طلبت من حضرتك تسمعيني قطعة موسيقية من اللي اتعلمتيها على ايد البروفيسور اسمه روسر رايل فون هايدلبرج. ايوه استجيلانو لوبرتو سيد برد. أيوة. ممكن حضرتك تسمعيني ولا هتكسفيني؟ لا طبعا هكسفك، انا ما بعزفش الحاجات دي الا لسعد باشا زغلول فقط. ده جايبه منين دلوقتي؟ بلبله عشان خاطري يا بلبله. حاضر. باردون، عن اذنكم. تعزف بجد. نبيلة هانم، المزيكا بتاعتك لمستني من جوه، من هنا
طلعتني لفوق لفوق ومسكت الهوا بايديا، ماسك الهوا بايديا، ماسك الهوا. فاكر نفسه عبد الحليم يا حبيبي. قول قول يا عندليب يا حبيبي. نبيلة هانم، تسمحي لي اسمع مقطوعة تانية؟ لا! ايه؟ لا انا ماشي. ليه؟ اصل انا ودني حولة. يا ماما يا ماما، قلت التلفزيون شوية مش عارفة اذاكر. يا ستة ريحي دماغك شوية وتعالي اتفرجي معانا على الحلقة الأجنبية. ياباني وشين. والله يا طنط، عارفة يا طنط؟ اليابانيين دول هيجننوني. الواحد منه هني قد المليين لكن يجلن، انما احنا واحد مننا هني قد كده تندب فيها رصاصه وطول الله في باتشينو. اتكلم عن نفسك انت بس. ظريفه. واد وقت العقلها يا خالتي. اتاخرت ليه بقى؟ معلش، اصل كنت مع مدحت عقبالي كان بيخطب. ازيك يا طنط؟ ازيك يا كويس يا اهو كويس. في ناس يا اخويا بتاخد خطوة في حياتها. احنا ايه؟ هنفضل واقفين كده محلك سد؟ والله يا طنط انا جاي مخصوص لحضرتك علشان الموضوع ده بالذات. اتفضل يا شيخ، ده كمبوت فواكه مقطعة. العلبة بثلاثة دينار، في 11 يبقى بثلاثة وثلاثين جنيه. كل طنط، ممكن نقعد شوية لوحدنا؟ ده يا مش غريب، ده ابن اختي. الظاهر ان وجودي غير مرغوب فيه. استاذن عشان لازم اعدي على العمال في الشقه، اصلهم بيلزقوا ورا الحيط. مع السلامه يا هشام. جاي النهارده علشان يلبس الدبل يا ست الكل. يلبس الدبل لمين؟ ليا انا طبعا. طب وهتعيشها فين؟ وهتاكلها منين؟ انا بقول يا ماما وحياتي عندك، نقعد معاكي هنا لغايه ما هشام ظروفه تتحسن. انا يا حبيبتي ما بحبش حد غريب يقعد معايا ببيتي. خلاص احنا نلبس دبل دلوقتي وربنا يسهلها لي ويجيني شغل هعوضها، هجيب لها كل اللي هي عايزاه. انا هجيبها لك من الاخر. الراجل اللي يقول يا جواز لازم يكون قده، وانت مش لاقي تعيش نفسك. الله بقى ماما. بس يا بنت قومي خشي جوه. يوه بقى الله يرحمك يا بابا. استاذن انا. مع السلامة. شي اتش سيتش سن شي اتش. لا لا مش انتوا، ده بندهلي. سيتش سن شي. في موضوع مهم جدا اتش لازم نقعد نتكلم فيه. سن شي اتش. استمروا يا جماعة انا جاي لكم. ما تتكلم يا ابني. قلقتني يا مختار، في ايه؟ يا جماعه انا مش عارف ادخل منين بصراحه حصلت غلطه كبيره قوي واحنا عندنا بيلا هانم. غلطه مني انا؟ ده انا لبست الجاكيت الاخضر وعملت فيها عبد الحليم حافظ. بالعكس، انت كنت فل، كنت كده. امال ايه؟ اصلها رفضت انها تتجوزك. ليه؟ كانت عايزاني حسن الاسمر يعني؟ قالت انها مش عايزاك، وقالت لانوش انها عايزه تتجوز هشام. ايه؟ هي قالت من ساعه ما شافتك وهي هتتجنن عليك، وقالت ممكن تكتب كل املاكها بس انت توافق. وانا ايه، بومبا؟ حبيبتي هتاخدها، انت عارف المسائل دي اسمه ونصيب، والست هي اللي بتختار مش الراجل. بقول لكم ايه، ما تجننونيش، انا مبقوق وصرر على قلبي قد كده، متضايق من خناقه لوليه مناهل امبارح، وعاوز افش غير في حد. يا ابني ايه ده يا ابني؟ ايه ايه؟ تعالى انت عبيط يا ابني، حد طايل؟ انا اللي مش عارف اعمل ايه.
اخي انت مشكلتك محلوله، ما تقلقش هندبر لك احنا اي حاجه. المهم دلوقتي في نبيله هانم، البت حساسه. بت بيقول لي بت دي من عيال سعد زغلول. ويعني هي عشان من عيال سعد زغلول تكسر قلبها؟ بكسر حقك الحق بيقول لي تكسر قلبها. شت. بقول لك يا مختار خليك معايا، سيبك منه ده مفيش منه فايده. انا كنت خلاص يا مختار رستقت ظروفي وكيفت حياتي على العز والتكييف والنغنغه. يا حظك الاسود يا مدحت. فكرتني. طب بحلال يالا، في واحده بقى مستريحه ومريشه على الاخر وورور 56 سنه. انت ضدي؟ انا عايز العب في المسن المضمون حاجه كده، ما تطولش معايا يا جدع. دي فيها مميزات خاصه. ايه هي؟ رب سكر ضغط انسداد الشريان التاجي، يعني ده يعوض ده. انا حاسس ان انا قاعد مع اتنين نصابين. سيبك منه خليك معايا. انا بقول لك ايه، انا عايزك تدور لي كده على حاجه 70 80 سنه. 70 حاجه عضمايه يعني كده. ايوه 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 ايوه. وديده هانم خالت انوش. وديده؟ ايوه. دي كام سنه دي يا مختار؟ دي 75 82. دي ماتت. يعني ايه ماتت؟ يعني خلاص على وشك قربت تموت. اهو ده الشغل. هي الناس جرى ايه؟ اتهبلت ولا ايه؟ ملعون ابو الفلوس اللي تعمل كده في الناس. يا جدع يا جدع، ما تشتمش الفلوس لا تزول من وشك. زايله يا حبيبي لوحدها، وبعدين اذا كانت على الطريق ده تزول احسن. فقري حد يرفض النعمه؟ النعمه اللي زي الفل دي. بص يلا بالصلاه على الصلاه. يا جدع يا جدع ما تحكس. افرض وتكون مثلا وديد هانم قاعده هنا تقول عليك بتاع بنات ترفض تتجوزك. ايه القمر ده؟ حلوه يا ماما؟ حلوه زي القمر. بس لو تسمعي كلام امك. لو عرف ان انا خرجت مع ضياء. ماله ضياء؟ مقطع نفسه عشانك وبيحبك، مخليكي مش محتاجه لاي حاجه. المقطوع ده عاجبك اللي بيقول لك كلام فارغ؟ ايوه يا ماما، بس ضياء مش التيب اللي انا بحلم بيه. غيريه، الراجل يا بنتي ما يعيبوش غير جيبه. خدي اللي بيحبك وسيبك من اللي انت بتحبيه. هقولك ايه، ما انت عارفه كل حاجه. لو كنا عندنا فلوس كنت جبته وجوزتهولك وصرفت عليه. ومهما كان ضياء مننا وعلينا، انا بنتي عايزه اطمن عليكي قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. لا عندك اب ولا اخ. خدي معاك يا نايم. خلاص بقى ما تعيطيش، حقك عليا حقك عليا يا امي تأمري بيه. خالتي خلي نهى تخلص اللبس بسرعه عشان نلحق الملاهي من اولها. حالا يا حبيبي تلبس. خالتي انا خلاص ركبت اوضه النوم، عاوزين بقى نعمرها. انا جاهزه. ايه انتوا كنتوا تتوشوشوا على ايه؟ حاجات هتعرفيها بعدين. بس ايه رايك في اخوك النهارده؟ اظن الوليه انبسطت مني قوي. ها ودي ده هانم، يا دي كانت هتاكلك بعينيها اكل. يالا ده انت رصيت لها راس. يالا طلعت معلم. يالا بس ربنا يجعله بنتيجه يا رب. وانت هشام ايه، مش هتخلصنا بقى الموضوع بتاعك ولا ايه؟ الوليه اتكلمت 5 مرات، ما تعقل بقى ابن الناس. ما تتجننش عليا انت، ده مش عشان توصلني هتطلع روحي. انزل هنا والله. ما تسيبك بقى، سيبك من اللي انت فيه ده، شغل مخك شويه، سيبك من قلبك اللي يوديك في داهيه. يا بني ادم انا دلوقتي رايح البس دبل للست اللي انا بحبها. تكلم في ايه؟ شايم انا. ايه ده؟ ده في مين على لابسها دبل النهارده؟ وراهم وراهم. بقى في اليوم اللي احنا محددينه عشان نلبسها الدبل تخرج معاه؟ تخرج معاه باي صفه؟ ما قلنا كده من الاول، قلنا كل واحد يشوف مصلحته. يا ترى هم رايحين فين؟ اصل الواد ده حاطط عينه عليها من زمان. ادي اللي واخدينه منين؟ ابتدينا بقى الغيره ووجع القلب. خدنا ايه بقى من البنات الصغيرين؟ تحب البت من دول تعمل لك شنيور في دماغك. ما تسيبك منها يا اخي، سيبك منها وخلينا ندور على حلنا. اقول لك ايه؟ خليك وراهم خليك وراهم. بص قدامك اعمل حد. ما تضربش حبيبي.
الله، واحد معاه فلوس ومتع نفسه ومتع اللي حواليه، متغاظ انت منه ليه؟ قول لي عمل لك ايه؟ قول لي. طب هي ازاي تقعد تخرج معاه؟ يا سلام، عربيه وفسحه ومدلعها في الدلع. خلاص بطنها مشيت في البطاطا اللي بتوكلها لك، ورجليها تعبت، رجليها تعبت من المشي للموتوريد للموتوريد. فرحة كبيرة فيك، ضحك شوية لعب شوية، الحق ده بينشن في الراجل ده طلع احول زيك. يا خبر يا انوشي، بات بره، هما الرجاله كلهم كده عينيهم تتدب فيها رصاصه. عارفه الباشا جوزي، انا مكنتش حرمه من ولا حاجه، وعرفت بعد 10 سنين انه واخد شقه خاصه جنب الكتكات عشان يعمل فيها حاجات قليله الادب. انا متضايقه. ايه ده؟ مين اللي جاي على الصبح كده؟ طب يا بلبله، انا هكلمك بعدين، يمكن يكون هو. شغاله جديده يا استاذ. خليها تدخل. اسمك ايه؟ عزيزة ست هانا. عزيزة، انا عايزة تشوفي شغلك كويس، البي مالكيش دعوة بيه. يعني ايه ست هانا؟ قصدي اقول لما البي يطلب منك حاجة تنفذيها وتمشي على طول. يعني ايه هانا؟ اظن كلامي واضح. واضح يا فندم، واضح. طب خلاص اتفضلي. طيب حضرتك تأمريني بأي حاجة؟ لا، عن إذن حضرتك. جاتك البلا. ميرو. أنوش. ميرو حبيبي. أنوش حبيبي. كنت قلقان عليك أوي 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 أوي. فيك حاجة حبيبي؟ لا، مالك؟ أنا ما نمتش طول الليل عشانك، فيك إيه يا حبيبي؟ أصل هشام صاحبي كان عنده مشكلة وكان لازم أفضل جنبه يعني. خطيبته سابته. يوه، في 60 داهية، هما البنات بتوع اليومين دول يتعشوا، نبيلة لسه حالا مكلماني عليه دلوقتي. حبيبي، حبيبي، أظن عايز تنام دلوقتي. يلا، نشرب اللبن وعلى طول أسري. بس أنا مش بحب اللبن. لا، هتشرب اللبن، يعني هتشرب اللبن. عزيزة، عزيزة. عزيزة مين؟ الشغالة الجديدة. لا، هو تسوقي مش موجود؟ مشيته. ليه؟ أصله لقيته بيبصبص لي، فخفت منه مشيته. حمار ما بيفهمش، ازاي بصبصلك؟ ازاي بصبصلك وانا مش موجود؟ كوباية لبن للبيه بسرعة، لبن دافي. دافي. ابقي البسي حاجة غير الهباب اللي عليك ده. حاضر. كنا بنقول ايه يا حبيبي؟ البسي حاجه غير الهباب اللي عليكي ده. الحب ما يعرفش فرق في السن. المهم هو ايه؟ المهم هنا، ما دام هنا مرتاح يبقى خلاص. الناس هيقولوا عليا ايه يا مدحت؟ اتجوزت واحد في سن اخوها صغير. اولا يا وديده هانم، ارجوك يا مدحت بلاش هانم دي. دودي، انا عاوز اقولك على سر، على فكره انا مش صغير، انا سناني واقعه وشعر شايب، بس انا اللي سابق ومركب طقم، بس انا شكلي بيبان صغير. انا حسيت بكده اول ما شفتك. عجبك؟ ايه ده؟ انا تعجبني الحاجات دي؟ انا تعجبني الحلاوه دي ولا الطعامه دي؟ انا اتاثر فيا الطعامه دي؟ لا وديده هانم، انا راجل ليا مزاج تاني خالص، مزاج مختلف. انا ما احبش البنات الحلوه اللي بتلبس شرطات وشعرها اصفر وبيمشوا يتميصوا في الشوارع. لا 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 لا،
حبي عارفه يا وديده هانم، انت مش هتصدقيني، انا اول مره شفتك فيها حسيت بحاجه غريبه جوايا، كياني كله بيتلخبط، شعوري بيتلخبط على بعضه، حسيت ان قلبي عمل تك. انت عارفه اللمبه لما تتحرق كده لوحدها لله في الله تك، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي. انت انسان رقيق قوي، يا ريتني شفتك من زمان. وليه زمان؟ احنا ولاد النهارده. دودي اسمحي لي اطلب ايدك. الموضوع ده مش انا اللي هقدر اجاوبك عليه، الكلام هيقبض يا ماما. مين؟ ماما؟ النهارده يوم المفاجآت، فيديو ياباني اصلي 3 نظام، وان شاء الله يوم ولا اتنين وانا اكتب لكم الدش. الايه؟ الدش. لكن ده غالي قوي يا ديار. يا ماجد انت لو طلبت لبن العصفور هجيبه لك. والله معقولة؟ انت فاكرة عنتر ابن شداد لما جاب شوية جبال لعبلة؟ فاكرة؟ يعني جمل انا جايب لك تمساحة، خش البلكونة واتفرجي شوفي تحتها ايه بالظبط. خشي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. ربنا يحفظ التمساح يا خالتي. الله تجنن يا ماما تجنن. دي هدية جوازنا يا ناهد. لكن يا ضيائي انا ماليش في الدنيا دي غيرك انت وخالتي. المباراة قربت، لازم يبقى ذهنك صافي وانت بتلعب، لازم تبقى مركز قوي. نح عوض. ازيك يا هشام؟ اهلا، اتفضلوا دلوقتي. كنت فين امبارح؟ كنت في البيت. بتكذبي يا ناهد كمان؟ اسمع بقى يا كابتن، انا مش قادر اصبر اكتر من كده. انا فضلت اقنع ماما، اقنعها واقنع نفسي، لكن للاسف مفيش منك امل خالص. تقدر تقولي هستنى لحد امتى؟ 10 20 سنة؟ زهقت يا ناهد. زهقتش يا هشام، لكن انا بنت زي كل البنات عاوزه اتجوز. تقدر تتجوزني يا كابتن؟ لا ما اقدرش. ليه بقى؟ ليه دي انت عارفه اجابتها كويس، لان دي مش ظروفي لوحدي، دي ظروف جيل، ظروف بلد. انا مش جاي اكلمك في السياسه، انا جاي اقول لك حدد ميعاد لجوازنا. للاسف ما اقدرش. وانا كمان ما اقدرش اعيش حياتي كلها متعلقه على وهم كده يا ناهد. انا اسفه يا هشام، دبلتك اهي. لا الدبله دي انت اللي دافعه ثمنها. هتتجوزي؟ ايوه هتجوزه علشان يقدر. هتبيعي نفسك بالفلوس؟ لا يا هشام انا مش هبيع نفسي، انا عاوز اعيش زي كل البنات، وانت لو كنت في مكاني كنت عملت كده. لا يا هانم انا لو في موقفك مش هعمل كده. انا اتعرض عليا جوازة تعيشني ملك ورفضتها علشان. اسمعي ها، ليكي عندي خبر، انما ايه يجنن. صحيح ما تفرحيني يا انوش، انا بقالي 30 سنة ما فرحتش. البنت سابته. سابت مين؟ حبيبي القلب. هشام يا حبيبتي. امبارح مدحت ومختار قاعدين معاه طول الليل يواسوه، يعني دلوقتي هو محتاجه على لكه صغيره. حاضر. تدوسي على زرار الحنيه شويه حنيه، تدوسي على زرار الحب شويه حب كتير حب. لا
انت بتاخدي كام؟ والنبي يا بدي حتى الست نشفة عليا خالص، يا دوب بتديني 350 جنيه في الشهر، يعملوا ايه دول بس دلوقتي؟ وحياتك يا بيه، أمانة عليك تكلم الست تزودني شوية. على رأيك 350 جنيه يعملوا ايه؟ اهو بدل ما الوحدة تمشي بمشي البطال. بنتي عزيزة، عزيزة. نعم يا ستي، أوامرك. أنا مش قلتلك تغيري الهباب اللي انتي لابساه ده؟ حاضر يا ستي. البسحي لسه حالا دلوقتي صاحي، لسه دلوقتي. طب نجري على المطبخ. طيب مش لما اكمل مسح؟ لا قلت لا. ميرو زي ما بقولك كده، ودي ده هانم في عناية يا مدام حتشبسوت، اعتبريها في ايد امينة. انت سامعاني في اليوم الاسود ده ولا ايه؟ بس انا لفيت عليك الدنيا، انا رحت الانتكخانة قالولي في المتحف المصري، وصلت لحد المتحف المصري قالولي في دار المسنين. سامعاني؟ انت عاوزة تتجوزي وديدة بنتي؟ ايوه كده سخاني معايا، انا عايز اتجوز وديدة هانم. انت واخد لقب بيه؟ انت بيه ولا لا؟ بيه الحاجات دي اتلغت من زمان يا حاجة. لازم اللي يتجوز وديدة يكون بيه. ماشي انا بيه. في عند حضرتك طلبات تاني؟ في طلب تاني. انا تحت امرك، اؤمريني. ملك لازم يوافق على جواز. جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب، نور جمالك نور عجيب يسكي في القلب اللهيب يزرف. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. كل من ايه وجهتك؟ معلش عشان احصلك في جمعتك. معلش بصوار يا شابي، ممكن اقعد؟ سليم عادي. نور جمال وحشتنا، يعني ما شفناكش من يوميها. لا شوية مشاغل. مشاغل خير ان شاء الله. هو ما فيش رقصة؟ شش، انت عايز تفتح مخ البنات ولا ايه؟ عشان هنوصلك في سكتك. لا انا اللي حوصل هشام بيه. هو في سكتك؟ ليه حضرتك فين بالظبط؟ اخر مصر الجديدة. لا انا في مبابة، مش سكتي خالص. برضو سكتي، اي حتة سكتي. تعرفي يا انوش يا حبيبتي، الواد هشام ده
ابن حلال مصفي، بس حظه وحش شوية. عندك أنا مثلا، أنا حبيتك حقيقي، حبيتك يا حبيبي، حبيتك ولقيت فيك الإنسان اللي طول عمري بدور عليه. صدقيني صدقيني أنا بحبك، إنما هو بقى هيفضل طول عمره كده ضايع مش لاقي له بر. يا سلام، بقالي 40 سنة ما سمعتش كلام حلو زي ده. ميرو، يا ريتني افضل جنبك على طول ليل ونهار. ايه العربية فيها حاجة؟ لا، الظاهر ان العربية كمان بقالها 40 سنة ما سمعتش كلام حلو كده. يا حبيبي فرصة اجيب حاجة من الاجزخانة دي. ايوه كده، خد بالك من صحتك عشان خاطري. مساء الخير. مساء الخير. عندك دواء ينايم فيل؟ اصل الست بتاعتي عندها ارق، وكل يوم كل يوم ما بتنامش وما بتنايمنيش معاها. مسكينة بقالها اسبوع لغاية دلوقتي ما بتنامش. اتفضل. فيل. فيل. تاخد منه كم حباية؟ حبيتين ينيموها 18 ساعة تقريبا. 18 ساعة. العلبة فيها كم حباية؟ العلبة فيها 100 حباية. 100 حباية في حبايه 18 في تاخد حبتين، يعني تفضل يعني ممكن العلبة دي تنيمها 3 سنين. ايه يا هشام بيه، هتفضل مكسر كده على طول؟ ده النهارده فرح صاحبك. معلش اصلي مهموم شويه. مهموم؟ مهموم من ايه؟ قول لي ايه السبب وانا اريحك. لا مش هتقدري. مش هقدر ازاي؟ هي مشكله ماديه يعني. عايز كام؟ ما تعملش كده، اعتبرني اختك. لا لا لا، ما تعتبرنيش اختك، اعتبرني بنت عمك او بنت خالتك، مفيش فرق بينا. انا مستعده احل لك كل مشاكلك. هي اي مشكله في الدنيا تبقى مشكله ماديه؟ برافو عليك، اديك قلتها بنفسك. انا بقى مستعده احل لك كل مشاكلك، ايه رايك بقى؟ مرموره، ميرو، احلى كوبايه عصير احلى قنوش في الدنيا يا حياتي. مين بعد ما نشرب العصير هتنام؟ بس عليك كلنا هننام يا حبيبتي. مجنناني
شغالة يا نتن. بس ايه كده عود كده يحل من على حبل المشنقة. ماشي. ما يا أنوش لو عرفت هتوديك على حبل المشنقة عدل. أنوش ده أنا كل يوم بحط لها منوم. بس حاجة غريبة يا أخي، حظي وحش قوي، كل يوم بيحصل حاجة. أنت أخبار جوازك إيه؟ الحمد لله. يا ابني أنت بتصلح كرسي، بالراحة شوية. بكرة بقى يا جميل هنقعد أنا والباشا قعدة التوكيل. توكيل؟ وأنا عبيط زيك. أنت مراتك لو رميتك النهاردة مش هتطول منها لا حق ولا باطل، إنما أنا خلاص استفت أموري ورتبت نفسي وهقعد معاها بكرة عشان تعمل لي التوكيل. يا ابن النصحة. وهشام أخباره إيه دلوقتي؟ انا اخر مره سايبه مع بلبلة. يا ريت يا جدع، اهو يبقى كلنا قبينا على وش الدنيا كده مره واحده. انت مد ايدك فين؟ بقول لك ايه، تيجي نروح له في النادي. نادي ايه؟ ما رفدوه اهو قاعد متكوم على القهوه ليل ونهار. اختار ان شاء الله اول ما اخد التوكيل من دودي ناوي اخش انا وانت في مشروع كبير قوي، راس ماله ما يقلش يعني عن 10 مليون جنيه. لا 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 مدحت، انا في دماغي مشروع اكبر من كده بكتير. ما هو الشام ده اللي معطلنا فيها. ايه الشام لو اتجوز الوليه ديت ودخل معانا في مشروع اكبر ونقب كلنا على وش الدنيا يا اخي. انا احبه قال شيء من المؤقت ياللي فاكرنا بنتمنى قلبك وبعد عنك، ياللي فاكرنا بنتمنى قلبك وبعد عنك. قال ايه وقال انا احبه قال، قال ايه وقال شيء من المحال. انا احبه قوي قوي، انا احبه قال شيء من المحال. انا احبه قال شيء من المحال. ياللي فاكرنا بنتمنى قد قلبك وبعد عنا، ياللي فاكرنا بنتمنى قد قلبك وبعد عنا. قال ايه وقال انا احبه قال، قال ايه وقال انا احبه قال، انا احبه قال. هو غير حاجه. حاضر. يعني في ايه دلوقتي يا معلم؟ سكر مطبوخ. انت شارب لغايه دلوقتي 15 قهوه و30 حمره. ده ما كانش بيشرب الا سحل. ايش جاي؟ بقول لك يا ابن عيد، انت شارب لغايه دلوقتي 62 جنيه. فلوسك هتاخدها على ده المالي. بقول لك ايه؟ ما انا دلوقتي سعادي. عفاريت الدنيا تتفضل في وشي. كده مش عارفه، كل ما اقوم من النوم احس ان انا عايزه انام تاني. ايه دايخه ونفسك غام عليكي ونفسك في البنجر؟ لا يا حبيبتي، من بكره نجيب بنجر. انت عايز الواد يطلع مبنجر؟ انا فرحان قوي يا حبيبتي. اسمعي، انت من بكره تروحي للدكتور، ومن دلوقتي ما تعمليش اي حاجه في البيت. تنامي في السرير. ايوه تنامي وتخلي عزيزه صاحيه عشان تحضر لي العشاء وتسخنه لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر هقول لها. سلام يا حبيبي. عزيزه. نعم يا ستي. ما تناميش لغاية ما يجي البيت عشان تسخني له الأكل. أوامرك يا ستي، وأنا أقدر برضو أخر لك طلب. كل يا راجل، كل بقى، كل. سيبك من الموال اللي أنت فيه ده، ما إحنا هو قدامك حلوين، ناقصنا إيه؟ ولا حاجة. طب بذمتك أنت عاجبك المرمطة والبهدلة والإقسام والشكوك اللي أنت فيه؟ يا راجل هتركب عربيات، تاكل أكلة نظيفة، تسافر، تتمتع. ياض البنت نفسها فيك. بنت؟ اذا كنت مش طايقها ولا قادره ابص في وشها اتجوزها ازاي؟ هو ده الكلام. انت تسال وانا اجاوبك. ما دام هتتجوز جوازه زي دي يبقى في حاجتين لازم يبقوا معاك ما تستغناش عنهم ابدا. ايه هم؟ ده وده. ايه ده وايه ده؟
ده نوع رديء جدا من الكحوليات يسمى بمنقوع البراطيش. بق منه ما تشوفش اي حاجه قدامك من اساسه، يعني هيتهيالك انك انت متجوز مارلين مونرو. وده حبيتين منه ينيمو فيل، يعني لو عايز تخلص منها اديها اتنين في العضل. لا في العصير. ودي تبقى حياه. واللي انت فيه ده حياه يا راجل، اطلع بقى عيش. اب اب طيب سيبنا افكر شويه، يمكن اقتنع. اوعى تفكر لا ترجع في كلامك. انا عايزك كده تروح بنفسك وتشوف اخوك وصاحبك مدحت عايش ازاي. حبيبي حبيبي ما تيجي ما تيجي يا حبيبي حبيبي ما تيجي ما تيجي يا الولا اصله سكر قوي قوي قوي، اروح احايله يتقل قوي قوي قوي. حبيبي اصله سكر قوي قوي قوي، اروح احايله يتقل قوي قوي قوي. من صغري سنه ولا عيني منه واسمعت عنه حكايات كتير. ولا 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 ايه ولا 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 منه من جماله من دلاله من عينيه منه من دلاله من جماله يا بحار. طلعت مفلسه ومديونه وهتحجز عليها الاسبوع الجاي، وهشحت انا وهي على باب السيده. على باب السيده انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. انا اللي اخلي واحد احوى ينقي لي عروسه؟ مفلسه مفلسه مفلسه. ما قلت لك ما قلت لك يا حبيبي انت وهو مختار. اشوفه مختار. نفسي هفاني على حاجه غريبه لو شفته، اكل زماره رقبته. عارف لو ربنا كتب لي طولة العمر وطلعت من هنا بالسلامة، يعني هعمل حاجة واحدة بس، يعني لو كان عندي ربع شغال لسه هقتله وارجع هنا على طول على طول على طول. خلاص طلقها. ما اقدرش اطلقها. عارف لو طلقتها المفروض ادفع لها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه! ما انا كنت بشتري سمك في مية في ميه في ميه في ميه. مش ده يا احول. مفلسه مفلسه سلام مفلسه سلام يا اخويا. ابعدوا عني مش عايز اشوفه. خلاص سيبك منك. اوعى. ايه ده؟ انت مالك؟ انت تخرب بيت اهلي. ايه طلعت مفلسه اخرى؟ لا ظبطتني مع عزيزه. مراتك؟ ايوه مراتي ظبطتني مع عزيزه الشغاله. خرابي. يا لهوي يا لهوي. بس خرابي يا لهوي يا خرابي يا خرابي يا جماعة مش كده خرابي. خلاص بطلوا نواح
قررت انقذكم انتوا الاثنين من اللي انتوا فيه. انت خلاص يا اخويا بقيت على الحديده بعد ما طلقتك مراتك. وانت هديك مؤخرا 100,000 جنيه وتطلق الوليه العرشانه دي وتتجوز اللي قلبك يختارها. انا يا اصدقائي قررت اني اتخلى عن مبادئي واضحي بشبابي مستقبلي واتجوز نميله شربكي. ايه؟ ايوه هتجوز نميله شربكي. انا كمان من الحياه يا ابني هعيش اتمتع مختار. جهز لي الازازه والبرشام. تكلم جد؟ ايوه اتكلم جد. شكرين قوي عشان انت صاحب حقيقي. انا مش عارف مش عارف ربنا يخليك لينا. خلاص يا ولادي خلاص يا ولادي خلاص يا ولادي. انا زعلانه منك جدا يا مختار. معقوله اللي انت تعمله في قلموش ده؟ ده انت جرحتها في كرامتها، اصلها بتموت فيك. مظلوم قلموش شمتني غلط. البنت شغاله عينيها اتطرفت فانا اضطريت انفخ لها في بقها عشان عينيها تخف. بس ارجوكي تكلميها وتعقليها. على العموم هي زعلانه منك جدا ومصره على الطلاق كمان. عموما مش ده الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه. امال ايه الموضوع؟ انا مش هلف وادور عليكي. مش انت كنت عاوزه تتجوزيني؟ انا موافق اتجوزك والنهارده بالذات. هشام حبيبي جوزي. مقبوله منك وهنرجع للعز تاني. يا حظ اهلك المنيل يا مدحت. هتندب لي؟ ما تردش عليا يا باشا. 13 عربية بنزين بس 13 عربية بي ام دبليو وشوية عربيات كده فيت ما لهمش أي لازمة. إيه ده؟ ما فيش شاحنات لا كلام بترول؟ عملت بيهم كشف؟ هو يا باشا مختار. خد عيدهم مع العقارات والأملاك. أوكي يا إتش. إتش إتش حاف كده؟ إتش بي. مدحت أمر يا باشا. أنا عاوزك تعمل فاكس لأوناسيس علشان تبهدله وتهلهله وتعرفه مقامه. أيوه أنا عارف أوناسيس إنما مين فاكس ده؟ ده أخو الصغير. مش صنع السنة لا كدب ولا فشخرة. شكلي حلو يا جاك. قمر يا هاني. ميرسي. هشام بقى الفرح سكيت يعني فرح سكيت. مفيش معازيم. جاك. كل اللي يقوله هشام بيه يمشي يا جاك. شو يا هاني؟ حلال عليك ست الحلوين، عرفتي عريسنا تنقي، رشوا الملح يا ناس في العين، رقصوني وانا من حقي، واحد اتنين، الصلاة على الزين، الصلاة على الزين، حلوة. خلاص يا ولاد، كل المشاريع اللي بتحلموا بيها هتتحقق. صحيح انا قررت اب بس مش لوحدي، هاببكم معايا. حلوه يا ملحه يا مقمعه، شرفت اخواتك الاربعه. يا حلوه يا ملحه يا مقمعه، شرفت اخواتك الاربعه. لا 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 يا شباب انا هتطلع. مش هترجلت الست دي. لا الله الله الله، ترجعت في كلامك ولا ايه يا شاب؟ ايه يا حبيبي، هو لعب عيال ولا ايه؟ والست اللي مستنيانا دي وجايب المأذون. ايه يا جماعه، انا حاسس كده اني هنتحر. يا حبيبي دي مش هتعمر اكتر من شهر، يعني هتورث كل فلوسها وتتدردق كلنا وتعيش في صار. ايه وشرفه بقى اللي هتموت بعد شهر ويمكن اقل من شهر كمان. ازاي؟ امال دي عندها قلب وهي في الدنيا معدوده، وبصراحه قالوش ايه اللي قالت كده. لا دي تبقى جريمه. لا جريمه ليه؟ ده انت هتحقق لها امنيتها في الحياه. يلا يا شاب اب عشان ايه وراك. ايوه يا شاب اب بقى عشان ايه كلنا وراك. يلا يا شاب اب يا شاب عشان ايه يا شاب يا شاب يا شاب.
اسبوع وتبقى صاحب العز ده كله. اسبوع ايه؟ ان شاء الله اقل من اسبوع. انت ما تعرفش هشام ده كان بطل الحديد في الجامعه. هتقول لي؟ اتفضل اتفضل سعد. الست هانم ما استحملتش الفرحة، ماتت من نص ساعة. بقى في حياتكم. وانت كبير او انت صغير، وانت كبير او انت صغير، افكارك ممكن تتغير، افكارك ممكن تتغير، تبقى مخير.